مزيد من القلب للقلب، بنتدبر النعم في حياتنا وبنفهم ونتعلم، والأهم نحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم. تم البدر بدري يا شهر الصيام، خلاص بنودع الشهر الكريم وكل قلوبنا دعوات ربنا يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال، ويا رب يا رب يبلغنا رمضان القادم إن شاء الله. موقف حصل الأيام الأخيرة، كان في واحد بيستغيث وطلب المساعدة واتصل بينا وبناس كتير جدا بغيرنا وبيجري هنا وهناك. إيه الموضوع؟ الشقة حصل فيها حريق والأم وابنها أصيبوا، وهو بيسعى ينقلهم لمستشفى وبيكلم الدكاترة وبيستعين بالمتخصصين، وحالة من الاهتمام الشديد. طب لو سمحت معلش، أنت مين؟ يعني تقرب للناس دي إيه؟ قال أنا جارهم، دول كانوا أهل منطقتي، اتربينا وكبرنا مع بعض زمان. يعني ولا قريب ولا أخ ولا ابن عم، ده جار. إنك تعيش في بيت مطمن من جارك وقافل بابك في هدوء وسلام، دي نعمة. ويوم لما لا قدر الله يحصل أي موقف، قبل ما تخبط الباب بتلاقي جيرانك حواليك، دي نعمة. الجار أسرع إليك حتى من أهلك، ده أنت لو تعبت ولا حد من أهل بيتك تعب، من قبل حتى ما تتصل بقريبك الساكن فين ومعرفش بعيد فين، بتلاقي جارك في كتفك سندك. وأحياناً الجار وقت الأزمة أو الصدمة هو اللي بياخد القرار في وقت بتكون أنت مش قادر تفكر ولا تجمع ولا تستوعب. عشرة وذكريات وحكايات ومواقف، فرح وحزن بتربطنا بين جيراننا، وإحنا أطفال أو شباب أو حتى عواجيز. مش بيحس بنعمة الجار دي اللي اتحرم منها زي الأيام دي، مجتمع يعني الأبراج والكومباوندز والمدن الجديدة، أو اللي في غربة ولا عزل في مكان جديد. الناس غريبة على بعض أحياناً، ما بتعرفش شكل، يعني بتعرف شكل جارك اللي الباب في الباب. يا جماعة الجيرة نعمة في حياتنا، والنبي وصانا على سابع جار، مش بس كمان وصانا على حسن العشرة مع الجار، ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيران لبعضيها جملة دايما بنسمعها في الشوارع المصرية والمناطق المختلفة،